انا هعمل عيش بالفراخ. فانا عندي رسايه فراخ مسلوقه او صدر فرخه اقطعه واسلقه، ميه وبصلايه وملح وفلفل، اكتر من كده مفيش. ايه اللي هحطه له عشان يبقى طعمها حلو؟ شويه كاتشب، شويه هريسه شطه، ده هيخلوا بقى طعمها جديد جدا. تمام. طيب هعمل العجينه بايه؟ كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، معلقه سمن كبيره، معلقه خميره صغيره، معلقتين لبن بودره، ميه للعجن، رشه سكر ورشه ملح، وهجيب احط لها على وشها بيض وشمر، بيض وشمر، الشمر هيديها ريحه حلوه قوي وكمان هيضيف قيمه غذائيه. لبن بودره؟ طب اوكي هنحط لبن بودره. ما هي بيض يا لبن بودره. هيضيف قيمه غذائيه للاكل اللي بناكلها. يعني انا هدي الاولاد سندوتش دلوقتي فيه عجينه جواه محشي فراخ. تمام. بكمل بقى شويه، لما احط شويه حبوب من دول على رغيف عيش واحد، لا انا خدت قيمه غذائيه حلوه قوي من شويه الشمر دول الصغيرين اللي احنا مش عاملين لهم اعتبار. تمام. فحاجه دلوقتي اعمل العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين دقيق، بسم الله، رشه سكر، رشه ملح، معلقه خميره صغيره، ممكن اضيف لها شويه لبن بودره من دول، معلقتين ولا معلقه، ومعلقه سمنه واحده، واعجن بميه. ماشي. ميه شويه شويه لغايه ما توصل للايه؟ القوام المناسب. شوية دقيق، واسيبها بقى تخمر عشان ابدا اشكلها. الخلطه دي اللي هي ايه؟ هعمل لهم بقى ايه يعني؟ اما تيجي تاكلي بقى السندوتش بتاعك ما يبقاش جواه تحسي لحمه مسلوقه كده وخلاص ناشفه، لا اطريها واعمل لها طعم بالكاتشب هريسه الشطه. مش عايزه هريسه شطه، كفايه كاتشب. عندي هنا الفراخ المسلوقه وهحط لها كاتشب. هريسه شطه دي هتبقى حاميه طبعا، خلي بالكم. بصوا انا فردت العجينه اهي، تمام كده. ابدا بقى ان انا ايه اظبطها. هنيجي بقى هنا كده ونعمل، طبعا بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، وملح وفلفل طبعا عشان نسيتهم، بس برضو زواده عشان يبقى طعمها حلو اكتر. تمام كده. معانا ام احمد، اهلا وسهلا. ازيك يا ام اسيف؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله يا شوف، كنت عايزه مقدر الصلصه. الصلصه؟ صلصه طماطم؟ طب حاضر. تمام. وممكن نعمل حاجه كمان. بصي انا عايزاكي تعملي يعني تفنني براحتك. حاطين كده عليها كده كلها. نيجي كده نجيب واحده تانيه، تحاول تكون قدها برضو. ماشي. هنعملها كده، ندفرها. واجمعها في الاخر كده. بتبقى كده. امسكها من هنا وامسكها من هنا كده بالضفيرة دي كده. و
وعادي جدا ان الفراخ تكون باينه. نضربها عليه كده تمام. هنعمل ايه؟ هحطهم بس يضربك في الصينيه وهدهنهم. بصي اعملي الشكل اللي انت عايزاه اللي يريحك، انا عامله لك كذا شكل اهو وانت اعملي الشكل اللي انت عايزاه. هندهنه بالبيض واللبن البودره وخلاص، يعني باللبن البودره والميه خلاص. هو حبه لبن بودره صغيرين، بعمل لهم عجينه تمام كده، واروح ايه ماشي على وش العجينه كده، بس يكون اتقل من كده برضه يبقى احسن. وهرش عليها شويه شمر، طبعا شويه اللبن دول والله ممكن تحطي ميه كمان، مش عايزه لبن بودره كمان، ما عندكيش لبن بودره مش مهم، ادهنيها بميه اي حاجه، بس اسيبها شويه تخمر وادخلها الفرن. ده بالنسبه لكم يعني، انا بالنسبه لي ادخلها الفرن على طول عشان الوقت بس تمام.